لما نقول خصوصا الاطفال اللي اهتموا بهم الاطفال الصغار هذو وعطاهم هذه الانشطه هذه كيعملوها. انا جبت وليداتي حتى هما كيعملوا هذه الانشطه هذه وانا سعيد بزاف بهذا القفزه اللي قفزت العرايش اللي كتعمل هذا المهرجان هذا اللي كتروج وخصوصا حنا كنجيو من برا وكنجيو لهنا نديو لنا العرايش وهذا وكنشوفوها عامله مهرجان والناس يعني فرحانه بهذا الشيء اللي كيعملوه التنظيم وخصوصا السلطه المحليه قائمه بالواجب ديالها. انا سعيد بزاف اللي هي قائمه بالواجب ديالها. كنشكر بزاف السلطه المحليه وخصوصا الامن والقوه المساعده وبهذه الذكرى هذه كنتهزها باش نشكر ونهني صاحب الجلاله على عرش اسلافه الميامين عيد العرش المجيد وشكرا جزيلا لهذا المنظمين كاملين هذا المهرجان هذا وكنشكر جميع الاخوان في الخفاء وفي الوجود والسلام عليكم. زادوا فيها بزاف الحوايج من جمله النظافه و لاحظت بان قفزت واحد القفزه زوينه يعني في المستوى وان شاء الله يزيدوا يتحسنوا وان شاء الله كيتبان لي ماشيين في الطريق الصحيح ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا والعدم ديالنا.